عشان يعني لا صور من الحروف صور حروف المعبد الشاوليني الموجود في هذه الصورة.
إذن حينما دخل إلى هذا المعبد لم يجد إلا مجموعة من الرهبان، يعني ديموان. هؤلاء الرهبان الذين كانوا عاجزين عن تحمل تلك الحركات التنفسية، إذن ماذا فعل؟ إذن اعتزلهم طيلة 9 سنوات. ماذا فعل بعد ذلك؟ عاد بكتابه مثل ما يسمى يعني بالصينية، الأول يسمى لي جين جينج والآخر يسمى لكزيسويجينج، تقدر يعني لا ترانسفورماسيون دو لا موال اي دو سيرفو الى ترانسفورماسيون دي ميسكل اي دي توندو. إذا ومنذ ذلك الزمان تطورت هذه الرياضة ثم ظهرت أنواع. الآن هذه الرياضة تنقسم إلى الأقسام الخارجية التي تهتم بتقوية عضلات الجسم، وهناك تلك الرياضات التي تهتم بالداخل، صدر يعني ما يسمى بالصينية لوتشي، يعني لوكي، الطاقة الداخلية. إذا الآن ماذا سنفعل؟ إذا أدعوكم جميعا الآن للجلوس معنا في حصة تأملية. سنجلس معا، إذا اجلسوا أريح أريح أريح، سحبت كاميرا. Thank you.
أكد أكد سليمان هذا شكرا Thank you.
أريتس. أريتس. أريتس.